يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأهوال مقتحمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأهوال مقتحمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
شفاعته لكل لهول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأهوال مقتحمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا شفاعته لكل لهول من الأهوال مقتحمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لهول من
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير
كن لي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك
بك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأهوال مقتحم يا رب
ذنوبنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق
كلمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير
كونني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل لهول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى
Yeah.